لقد كان لكم في رسول الله الله صلى الله على سيدي محمد. سريعا سريعا، بعد الحرب العالمية الأولى خرجت دولة واحدة منتصرة سحقت العالم كله، ليس كذلك؟ وقبل أن أخبركم عن هذه الدولة لأنكم تعرفونها، أنا أرجعكم إلى ماذا؟ إذا تأملنا في واقع الصحابة وفي واقعنا سنجد أن العلم في صالحنا، المعارف في صالحنا، كل شيء في صالحنا. في زمن الصحابة كل شيء كان ضدهم وآمنوا، نحن اليوم كل شيء معنا ونشعر بقلق. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ أذكر أن في كتاب وهم الشيطان الذي ألفه ديفيد بلينسكي في الرد على وهم الإله لدوكنز، قال كلمة، قال كل النظريات الموجودة لتفسير الكون، قال وأنا أتكلم عن الكون ما أتكلم عن الحياة، قال الحياة نظرية الميكانيكية، النظرية الميكانيكية، النظرية النسبية لأينشتاين، والنظرية الكمية البلانك، قال هذه أصلا تتقازم أمام محاولة تفسير الحياة. هي ممكن تفسر الكون وتفسير الكون ضعيف، لكنها تتقازم تتضاءل أمام تفسير الحياة. قال بينما الدين يمتلك رؤية واضحة متماسكة قوية في تفسير الحياة والوجود والكون والموت، ولكن مع ذلك في قلق. ما الذي يحصل؟ أعيدكم الآن بعد الحرب العالمية الأولى سريعا جدا، خرجت أمريكا منتصرة صح؟ عملوا جلسة مع بعض الخبراء والعقلاء، قالوا الشيء الذي نخاف على أولادنا منه هو إيش؟ نحن الآن أقوى دولة، خرجنا منتصرين ونريد أن نبقى منتصرين أقوياء، إيش تريدون؟ قالوا نريد أن نمنع الخمر، الخمر هذا سيضرنا، لابد أن نمنع الخمر في أمريكا. قالوا تمام، وصدر قانون بمنع الخمر 1919، صدر القانون طبق 1920. إيش اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ الملايين أنفقت، الناس رفضت، 10 مليون طبعة نسخت ووزعت على الناس للتوعية، الناس رفضت، سجن مئات الألوف، الناس رفضت. ستجدون القصة بتمامها في مقارنة لطيفة جدا من شيخ مشايخنا أبي الحسن الندوي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الذي لا ينبغي أن يخلو منه بيت، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الناس رفضت، قالوا لن نترك الخمر، حصلت عدة حالات إعدام، الناس رفضت، وفي النهاية ضعفت أمريكا بكل قوتها وجبروتها، وقالوا ماذا عام 1933؟ لا حرج عليكم، اشربوا الخمر كما شئتم، ولتضعف مجتمعاتنا ولتضعف أجيالنا، سنويا الآن يموت أكثر من 7 مليون إنسان بسبب الخمر. أما إذا عدنا إلى قبل 1400 سنة، فقط كلمتان، فقط القرآن أطلق كلمتين وصدرت من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إيش؟ فاجتنبوه، فقط كلمة الاجتناب، التي طبعا لمن لا يفقه قد يظن أنها لا تدل على التحريم، وهي أعلى درجات التحريم كما يقول الأصوليون. المهم فاجتنبوه، إيش اللي حصل؟ انتهى. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس كان إيش؟ كان دون ماذا؟ يعني نقدر نقول 10 11 12 بالكثير. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، أنا لم أصل إلى مفهوم الآية لقد كان لكم في رسول الله، هذه ما أريده، أريد أن أقف لقد كان لكم في رسول الله. يقول أنس قال كنت أصب الخمر، والحديث صحيح، قال كنت أصب الخمر، يصبها لمن؟ لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. ليش؟ لأن الخمر كانت حلال، لم تحرم بعد، الخمر مرت بمراحل. قال كنت أصب ماذا؟ لأبي عبيدة وأبي بن كعب ولأبي طلحة، أبو طلحة يكون ماذا؟ يكون عمه زوج أمه. قال فأتانا آت، من رجل؟ قال لقد حرمها رسول الله، لقد حرمها رسول الله، فقط احتاج هذه الجملة. انتفضوا مباشرة، وقال أبو طلحة يا أنس قم إليها فاكسرها، اكسر الجرة. يقول النووي في الشرح، قال أما الخمر فهي نجاسة، فلماذا كسرت الجرة؟ الجرة تطهر وتغسل وانتهى الأمر، لماذا نكسرها يا سيدي يا أبا طلحة رضي الله تعالى عنك؟ لأن أبا طلحة لم يعد يحتمل أن يضع فيها شيء ولو حلال بعد أن وضع فيها خمر بعد أن حرمه الله تعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أنس فقمت إليها فكسرتها. بعد ذلك ماذا؟ يحدثنا التاريخ، هل شرب الخمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات تخبرنا أنه واحد، وفي رواية فيها نقاش أنه ماذا؟ أنهم وصلوا إلى اثنين. تخيل مجتمع بأكمله، هذا بمقاييسنا يعتبر أعلى معدلات النجاح، أليس كذلك يا مشايخ وإخواني وأخواتي؟ يمكن واحد أو اثنين خلال كل تلك السنوات. لماذا؟ لأن القرآن قال فاجتنبوه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عنه. والآن هنا الذي أريد أن أطرحه معكم أحبتي، إيش هو؟ نحن بحاجة في تصوري المتواضع والبسيط أن نفعل، أو بمعنى آخر أن نعود إلى منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. كيف ذلك المجتمع استطاع أن يتوقف عن الخمر في لحظة؟ كيف؟ كيف؟ وطبعا الخمر كانت من أحب الأمور إلى العرب، والعرب إذا أحبت شيء أكثرت من أسمائه، والخمر له أكثر من 100 اسم عند العرب من محبته، بل يقال أن كان بعضهم لا يذكرون. ومع ذلك في لحظة واحدة بدون نقاش امتنعت أمة بأكملها عن ماذا؟ عن الخمر، لأن محمدا حرم الخمر عليهم، ولأن القرآن كذلك حرمه. يا سيدي يا رسول الله، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ نريد أن نعرف أسلوبك، طريقتك، كيف استطعت أن تغير هذه الأمة؟ أولئك الذين كانوا يقتتلون ويأكل القوي الضعيف، كما قال لنا جعفر في الحديث المشهور، يأكل القوي الضعيف ويقطعون الأرحام ويستأسد بعضهم على بعض، كيف غيرتهم يا سيدي يا رسول الله؟ وهنا محل النقاش، هنا كما يقول الناس مربط الفرس. نحن بحاجة أن نعود إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير، في بناء الإنسان. بمعنى ماذا؟ أنا أتكلم عن عموم الإنسان، لا أتكلم لا عن درجات تخصصية أبدا، أتكلم عن أبنائنا، عن صغارنا، عن فلذات أكبادنا، عن المراهقين والمراهقات، عن النساء والرجال، كيف نغيرهم؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، التشويق العقلي والبناء الروحي.